الأخبار من اي تي في العدالة. وفيها سمو الأمير يهنئ وزير التربية بإطلاق كويت سات 1 إلى الفضاء. اختبارات 12 تنطلق وسط جهود كبيرة للتربية. التشريعية البرلمانية توافق على علنية التصويت في انتخابات مكتب المجلس. ونواب يقترحون تعديل قانون المحاكمات الجزائية بشأن حماية حقوق المتهمين. وفي صفحتنا الرياضية، الأزرق يصل البصرة للمشاركة في خليج 25. ومن العناوين إلى التفاصيل، بعث سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الدكتور حمد العدواني وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي. أعرب فيها سموه عن خالص التهنئة بمناسبة إطلاق القمر الاصطناعي الكويتي كويت سات 1 إلى الفضاء يوم أمس الثلاثاء من قاعدة كيب كانافيرال للقوات الجوية بولاية فلوريدا الأمريكية. وأشاد سموه بجهود فريق هذا المشروع الوطني والذي هو مبعث للفخر والاعتزاز، والذي تترأسه القائم بأعمال رئيس قسم الفيزياء الدكتورة هالة خالد الجسار، ويضم أعضاء هيئة التدريس ومجموعة من طلبة وطالبات من مختلف التخصصات العلمية في جامعة الكويت، وبدور الجهات المساهمة في هذا المشروع الرائد، لاسيما مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في تحقيق هذا الإنجاز العلمي البارز الذي من شأنه أن يسهم في تطوير إمكانيات الكوادر الوطنية في علوم الفضاء وأبحاثها، وبما يعود بالنفع والاستفادة من هذا المجال الحيوي على الوطن العزيز. انطلقت اليوم اختبارات الفصل الأول من العام الدراسي 2022-2023 لطلبة الصف الثاني عشر بقسميه العلمي بمادة الرياضيات والأدبي بمادة اللغة الفرنسية والتعليم الديني بمادة اللغة العربية. وأكد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد العدواني خلال جولة على عدد من اللجان، أكد حرصه وجميع القطاعات المعنية بوزارة التربية على توفير كافة السبل والإمكانات المتاحة لأداء الطلبة لاختبارات الفترة الدراسية الأولى للعام الدراسي 2022-2023، وذلك في أجواء مناسبة ومريحة في جميع الصفوف والمراحل التعليمية. استعدادات جارية على قدم وساق لتوفير البيئة المناسبة لأبنائنا وبناتنا الطلبة لامتحانات الفترة الأولى، والحمد لله رب العالمين جاري زيارة العديد من المدارس في مختلف مناطق التعليمية للتأكد من سير الاختبارات بالطريقة المناسبة وتوفير البيئة المناسبة لأبنائنا وبناتنا للأداء للامتحانات في جو مريح وبيئة تحفزهم على الحصول على أعلى الدرجات. نتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله، ويلحقون بزملائهم في جامعة الكويت والهيئة والبعثات الخارجية والداخلية علشان بالأخير إن شاء الله يساهمون في نهضة الكويت. انتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها اليوم من تعديل القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فيما يتعلق بجعل التصويت لمناصب مكتب المجلس كافة عن طريق الاقتراع العلني، وبشأن إلغاء لجنة الأولويات. وأكد رئيس اللجنة نائب مهند الساير أن اللجنة انتهت من التعديل على اللائحة فيما يخص جعل التصويت على مناصب مكتب المجلس بطريقة الاقتراع العلني، سواء رئيس المجلس أو نائب الرئيس وأمين السر ومراقب المجلس. تم إنجاز بفضل رب العالمين تكليف المجلس في مسائل مكافحة الفساد وتعزيز نزاهة في القوانين اللي كانت في بداية المجلس، والحمد لله أن تم إنجازهم، وهم عبارة عن قانون تعارض المصالح والرشوة في القطاع الخاص، وكذلك المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري. هذه كانت المجموعة الأولى للتكليف وتم الانتهاء منها. ثم التعديلات اللي وردت على اللائحة الداخلية، تم الانتهاء من فك الارتباط، فك ارتباط اللجنة التشريعية
من نظر المقترحات اللي مختصة فيها اللجان الأخرى لتسريع عملية التشريع. كذلك اليوم انتهينا من تعديل اللائحة في مسائل التصويت، علنية التصويت في مكتب المجلس، تصويت علني على رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس وأمين السر والمراقب. كذلك تم تعديل اللائحة في مسألة إلغاء لجنة الأولويات من بداية دور الانعقاد الكامل، وهذه من التعديلات اللي وإن كنا يعني اللجنة التشريعية تنظر الكثير من المقترحات المقدمة في مسائل تعديل اللائحة الداخلية، إلا أن من المهم الإصلاحات السياسية، وإحنا باعتقادنا أن في الفترة السابقة كانت يعني المجلس يدار بطريقة غير سليمة، وكانت لجنة الأولويات إحدى هذه المشاكل اللي كانت موجودة. كذلك إدارة الانتخابات الخاصة في مكتب المجلس من الأشياء المهمة اللي أغلب إخواني النواب كان لهم تصريحات سابقة سواء في مجال سابق أو حتى في فترة الانتخابات. هذه الإصلاحات السياسية مهمة للمرحلة القادمة. تقدم عدد من النواب باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية لتحقيق ضمانات أفضل للمتهم والمقبوض عليه لتتوافق مع الحقوق العامة والحرية الشخصية التي كفلها الدستور. أعلنت بلدية الكويت إزالة 741 مخيماً مخالفاً أقيم خارج المواقع التي حددتها البلدية في خطتها للموسم الربيعي لموسم 2022-2023. وأضافت البلدية في بيان أن إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظتي الجهراء والأحمدي قامت كذلك بتنبيه 261 مخيماً مخالفاً تمهيداً لإزالتها. وشددت البلدية على المواطنين والمقيمين الالتزام بالمواقع والشروط والضوابط التي حددتها البلدية للتخييم بالموسم الربيعي 2022-2023، لاسيما ترخيص مخيماتهم وعدم إقامة سواتر ترابية أو تبليط أو تجريف التربة حفاظا على الحياة الفطرية. في غضون ذلك أجرت فرق البلدية جولة رقابية على المحلات التجارية للتأكد من تراخيص الإعلانات بمحافظة الجهراء أسفرت عن تحرير عدد من المخالفات. بشاير عيد العنزي مراقب الأسواق العامة في إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية محافظة الجهرة. قمنا اليوم في جولة تفتيشية تشمل عدد من مناطق محافظة الجهرة للتفتيش والكشف والتأكد من تراخيص محلات، يشمل ترخيص الإعلان والترخيص الصحي للمحلات الواقع في محافظة الجهرة. تم ضبط عدد من المخالفات، تشغيل المحل بعد انتهاء ترخيصه الصحي وعدم تجديد ترخيص الإعلان، كذلك عرض بضائع أمام المحلات قام بها عدد من مفتشي المراقبة. ندعو جميع المحلات في المحافظة للالتزام بتجديد التراخيص والالتزام بتراخيصهم الصحية وكروت الصحة للعمالة، وذلك تجنبا للوقوع في المخالفات. إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية تقوم بالعديد من الأدوار، وهي مهمتها الكشف والتأكد من تراخيص الخدمات البلدية. تراخيص الخدمات البلدية تشمل ترخيص الإعلان والترخيص الصحي للمحلات، كذلك تقوم في مهمة مراقبة على الأسواق العامة الواقعة في نطاق المحافظة. معكم مفتش بلدية طلال راشد عايض الديحاني تبع إدارة التدقيق والمتابعة قسم الأغذية والأسواق. قمنا اليوم بجولة تفتيشية في محافظة الجهرة، وقمنا بتحرير عدد من المخالفات، منها مخالفات صحية ومخالفات تبع إعلانات التراخيص. مهماتنا أن نتابع المحلات، الصالونات، المطاعم، الأسواق بشكل عام، الكروت الصحية تبع العمال، الإعلانات، إعلان التراخيص، إعلان البلدية، الإعلان التجاري. عاد إلى البلاد الشيخ محمود الرفاعي بعد الإفراج عنه من تونس، وكان الرفاعي قد تم توقيفه هناك بسبب مشاركته في حفل ديني لتكريم حفظة القرآن الكريم. وتم الإفراج عن الرفاعي بعد جهود دبلوماسية قادتها وزارة الخارجية للإفراج عنه وتسهيل عودته إلى البلاد.
توقع مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية عبد العزيز الجراوي أن تستمر الحالة المطرية في البلاد حتى ظهر يوم غد الخميس على فترات متقطعة. كما توقع أن تقل السحب وتتراجع فرص الأمطار من نهار يوم غد الخميس، حيث تتحسن الأجواء تدريجيا مع تقدم امتداد مرتفع جوي مصحوبا بكتلة هوائية باردة، ويكون الطقس مائلا للبرودة نهارا وباردا إلى شديد البرودة ليلا، خصوصا على المناطق البرية مع فرص لتكون الضباب. أكدت وزارة الداخلية على الجميع ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات رجال الأمن في الطريق بحال وجود تحويلات أو طرق بديلة أثناء هطول الأمطار في البلاد. وشددت الوزارة في بيان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمنية على قائدي المركبات ضرورة ترك مسافة أمان لتجنب الاصطدام عند الوقوف المفاجئ، والالتزام بربط حزام الأمان وعدم السرعة أو استخدام الهاتف أثناء القيادة، والحرص على جلوس الأطفال في المقاعد الخلفية وتجنب القيادة في الطرق التي بها تجمع مياه. وصل منتخب الكويت الوطني لكرة القدم اليوم الأربعاء إلى محافظة البصرة العراقية للمشاركة في منافسات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم خليجي 25 المقرر انطلاقها يوم الجمعة المقبل. وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان إن عضو الاتحاد رحيم لفتة كان في استقبال وفد المنتخب الكويتي عند وصوله إلى البصرة ورافقه حتى مقر إقامته فيها. وأوقعت قرعة خليج 25 المنتخب الكويتي ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات البحرين والإمارات وقطر.